انتبه اشقال انتبه اشقال. بونجور هيجر، مرحبا مره اخرى. باش نحكيو على مسلسل فتح الاندلس، مسلسل عربي كبير، تكلفه الانتاج نتاعو 3 مليون دولار، يعني تقريبا 10 مليارات بفلوس تونسيه. مسلسل يرجع لفتره دخول المسلمين لشبه الجزيره الايبيريه ودولة الأندلس اللي ترجع الفتح هذا العام 711 ميلادي. باش نسمعكم البرومو نتاع المسلسل وبعد نرجع باش نحكيوا على الجدل اللي صار في المغرب والجزائر بسبب طارق ابن زياد وأصوله خاصة. قد أذن لكم بفتح بلاد الوندال بجيش يقوده أمير طنجة طارق ابن زياد. إن رسالة الإسلام ليست رسالة مخصوصة لشعب أو منطقة، إنما هي رسالة رب العالمين للبشرية كلها. نريد بناء دولة العدل التي نبتغيها يا أبا بصير. ما جئنا لنفسد في الأرض ولا لنسفك دماءكم، إنما جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. قد أبليتم بلاء حسناً بعون من الله ثم بعزيمتكم. الأمة التي استطاعت إسقاط الفرس والروم لن يقف في وجهها أحد بإذن الله تعالى. ما قطعنا الفيافي وجابهنا الأهوال وأهدفنا نحورنا للرماح إلا لنقيم الأمن والعدل في هذه البلاد. هل علي أن أرضى بالظلم لمجرد أن الظالم هو من ديني؟ أنا الملك لودريك الذي لم يهزم في معركة القدر، يقوده لودريك بنفسه. فهو لا يدخل معركة لا يضمن حسمها قبل بدايتها. ثم تحتمل كل هذا العذاب. سيقتلني. نحن لهم بالمرصاد. أريد أن أقضي عليهم هنا. الآن يقع طارق بنفس ما وقع به عقبة. الله معنا، ولكنه أمرنا أن نعد لهم ما استطعنا. ولا دونك هذايا البرومو تاع المسلسل، قلنا عمل جدل كبير في المغرب وفي الجزائر خاصة، أكثر من تونس ما حكيناش عليه وما تفرجناش فيه، ويتعدى في القناة الأولى المغربية. وكان الجدل الكبير على أصول طارق بن زياد اللي فيها شوية اختلاف، ولكن هي في المسلسل توري أصوله العربية من حضرة موت. المخرج متاع المسلسل هو مخرج كويتي محمد العنيزي، وبالنسبة للممثلين من جنسية عربية مختلفة، طارق بن زياد يلعب الدور متاع ممثل السوري سهيل الجباعي، يلعب اللبناني رفيق علي أحمد دور موسى بن نصير، والأردني عاكف نجم شخصية أبو بصير، والفلسطيني تيسير إدريس اللي هو حاكم طليطلة. في الجزائر والمغرب خاصة بما أنه يتعدى في المغرب وفي الغيزو سوسيو متاعهم، يقولوا اللي فما مغالطات برشا في تاريخ المسلسل، فما برشا حكايات يقولوا في التاريخ اللي هي ما كانتش صارت هكاكا، ولكن اليوم نراوها تتقدم بطريقة أنه فما كأنه تجميل للصورة متاع الدولة الأموية، ويتعدى المغرب العربي كأنه ما عندوش حتى دور في الفتح الإسلامي هذا. وصل إلى حدود أنه رفعت قضية اليوم المحكمة المغربية اليوم الأربعاء باش تنظر في القضية هذه، اللي طالب القناة المغربية الأولى أنها ما عادش تعرض المسلسل هذايا على خطر فيها مغالطات. وكان النائب مهدي الفاطمي توجه بسؤال كتابي لوزير الثقافة يقول فيه أنه المسلسل هذايا فيه تغيير الوقائع التاريخية، ويطالبوا باش يعمل إجراءات، ولازم يعرف الإجراءات هذايا اللي باش تتخذها بغاية صون وتخليد تاريخ المغرب بعيدا عن جميع المغالطات والسرقة وتزوير الحقائق التاريخية والمجد المغربي بالأندلس. ويقول القناة الأولى من المال العام لا تولي أهمية للتراث المغربي ولا تعطي تفاصيل عن شخصية طارق بن زياد الأمازيغي. وتقول زادة أنه العمل هذايا حسب النائب المغربي أنتج خارج المغرب دون مشاركة المغاربة في التأليف ودون استشارة المؤرخين لتدقيق المعطيات، وهو مسلسل مليء بالمغالطات المعرفية ويحمل في كثير من حلقاته تزويرا لكل ما تتفق عليه المصادر التاريخية الموثوقة. ويقول اللي هو يجعل من المغرب الكبير تونس والمغرب والجزائر مجرد طريق جغرافي لجيوش المشرق الأموية، وأن المغاربة مجرد كومباس تحت قيادة شخصيات شامية سورية، بينما التاريخ المدون عندنا كله عكس ذلك.
ودونك بوليميك كبيرة. اليوم مش نشوفوا القناة القضاء في المغرب شنو باش يعمل بالنسبة للقناة المغربية الأولى. وهذا مخرج المسلسل محمد العنيزي كما قلنا المخرج الكويتي اللي يحكي قال فما اختلاف في الروايات، فما ثلاثة روايات بالنسبة لأصول طارق بن زياد. هناك ثلاث روايات في التاريخ تتحدث عن أصول طارق. الرواية الأولى تقول أنه هو من أصول عربية ولها أدلتها، والرواية الثانية تقول أنه هو من أصول فارسية ولها أدلتها، والرواية الثالثة تقول أنه من شمال أفريقيا ولها أدلتها، بل وأكثر من ذلك حتى لو إحنا رحنا للرواية الثالثة أنه هو من شمال أفريقيا، ستجد شمال أفريقيا ينقسم قسمين عندنا. القسم الأول أنه هو من منطقة الجزائر أو أنه هو من المغرب أو من دولة المغرب العربية. لذلك أنا كصاحب رؤية فنية وليس توثيق تاريخي، ارتئينا أنا وفريقي كمؤلفين كإخراج أن إحنا نخرج من هذا الإطار، هو تحجيم وتقليل من حتى أصول طارق بن زياد أن نجعلها في أقليم معين. إحنا اللي همنا في هذا الموضوع الرسالة التي كان يريدها نريد إيصالها، وهي منهج الجيش الإسلامية في التعايش مع هذه المنطقة. أنا ما عجبنيش كلامه برشا، قال من ما تدجهه قسم المغرب العربي، قال زوز أقسام، وقال الجزائر ولا المغرب، وقت لتونس سمحني معناتها أقدم منهم الزوز. هو معناتها اللي فهمته أنا من كلامه مع كل احتراماتي معناتها اليوم، هو التبرير متاعه معناتها يظهر بيزار منافع من زير، ما فهمتش، لا يظهر بيزار شوية الكلام متاعه، معناتها يقول تفاديا العركة بين زير والمغرب هو منين منهم، يقولنا مش لازم هي طورنا نجيبوه من حضرة موت، ما وش مقنع يسر على الأقل علمي. ما نعرفش أنا في التاريخ بالحق فما روايات هذوما ثلاثة متاع أصول طارق بن زياد، هو إيراني معناها فارسي أو عربي شيء أو أمازيغي، دونك هما هو مسلم هو في المغرب يشوفوا انه هو كان اصول امازيغيه. وانتو كا هو يقول المخرج زيدا انه هم مش قاعد يعمل في عمل توثيقي بالنسبه لي، هو لهذا هو اختار النظره اللي يحب عليها. العمل انتاج قطري كويتي، ولا يوجد اي كاتب كويتي ولا يوجد اي كاتب قطري في العمل، كذلك لا يوجد ممثل كويتي ولا يوجد اي ممثل قطري في العمل. هل هذا معناته ان احنا لان من هذه الجنسيات نقوم باحضار الجنسيات التي نحن نمول فيها؟ هذا الكلام نحن للمعيار الفني نعلم في الوطن العربي وعلى مدار عشرات السنين أن أفضل كتاب في المنطقة هم الكتاب السوريين والمصريين في الدراما التاريخية. لذلك نحن لجأنا لما يعني للجنسيات أو الجنسيات التي تقوم بتقديم عمل درامي جيد. هناك عمل وثائقي وعمل درامي، العمل الدرامي غالبا يكون عمل درامي فيه وقائع تاريخية. هناك لا يوجد عمل درامي وثائقي 100% العالم كله، لأن الدراما تقوم على عناصر مختلفة عن التوثيق. نحن نستعين بالتوثيق ونضع الدراما ونضع التوثيق داخلها بما لا يتعارض التوثيق مع الدراما. هما حاطين تابي في هالبروم تاع المسلسل وقت اللي المخرج قاعد يحكي. في برنامج آخر استشاروا مؤرخ سوري فقال أنه في العهد ذاك عام 711 ميلادي ما كانش فما حاجة اسمها تونس ولا المغرب والجزائر، فهما كانوا المغرب الأدنى والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط، وهذاك علاش ما فماش علاش الخلاف هذا. الحسم هذا الجدل واحتراما لرأي المغاربة والجزائريين والتوانسة الأخوة الأشقاء، فأنه لم يكن هناك شيء اسمه تونس ولا الجزائر ولا المغرب، كان هناك المغرب الأدنى والمغرب الأوسط والمغرب الأقصى، وبالتالي هي بلاد المغرب العربي الكبير. وعملية الفتح المغرب ثم فتح الأندلس تمت أيضا بقرار من الحاكم في دمشق عندما خرج عبد الرحمن الداخل ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان هاربا من بطش الدولة العباسية إلى المغرب عبر فلسطين إلى مصر ثم إلى المغرب الأدنى ثم الأوسط فالأقصى، وأسس لدولة عربية إسلامية استمرت 800 عام. هذا الأمر هذه وثائق تاريخية لا نستطيع الجدل فيها. ما تفضل به بعض المغردين في الإعلام الإلكتروني حقيقة لم يكن هناك شيء اسمه
ينتمي عربي أو بربري أو أمازيغي أو كردي أو شركسي أو أرمني أو غير ذلك، لأن القائد طارق بن زياد هو ابن شرعي للحضارة العربية الإسلامية، كما هو موسى بن نصير، كما هم القادة الآخرين في الفتوحات العربية الإسلامية. هذه القضية لم تكن مطروحة على الإطلاق. والله ماذا بين أعطي رأيك كان انا الكلام اللي سمعته الاكستري الاخراني هو اللي استفزني بصراحه، معناتها تفهم لي المونتاليتي نتاعهم انهم مقسمين، معناتها هذا عربي درجه اولى، هذا عربي درجه ثانيه، هذوما عرب شمال افريقيا، احنا العرب الحقانيين، الاخرين ميوتاسيون مضروبين هكا شويه وكل دونك. هذا يدل على تفكير معناتها البعض، مش الكل ما البعض، للاسف موجود البعض هذايا اللي رافي روحه هو عربي بامتياز والاخرين الدرجات اقل منه. في جميع الحالات نساو معناتها اللي ديننا جاء الاسلام جاب شي واحد، لا فرق بين عربي ولا عجمي الا بالتقوى. معناتها مش خاطر كنتي اصولك من الجزيره العربيه ولا من بلاصه اخرى، واحنا اصلا هو ما يعرفش على جدود، كان يلوج كل واحد دم خلص، مش دم صافي عربي ولا امازيغي ولا. فانه انا فخور وافتخر بمعناتها حضارتي الامازيغيه القرطاجينيه، وهو فخور بحضارته العربيه، وانا فخور باسلامي كما هو فخور باسلامه. فانا مانيش عرب وما نحبوش نولي عرب، كان هذا التخمام معناتها نتاعهم اللي يغزو به شمال افريقيا مقسومين، وهذوما لنا وهذوما الادنى وهذوما الاقصى، واحنا الحقانيين وانتم المضروبين ميتاسيون. فانا انا امازيغي مسلم وافتخر وكا، ما عندش مشكل. معناتها حضارتنا اون بلوس قديمه، عندها 3000 سنه، مش يجي هما يوريونا توا معناتها ممكن حتى اكثر، معناتها مش يجي هما توا يعلموا فينا ايد. انا مانيش متفق معك في حاجه، كيما مانيش متفق مع هما انه صعب باش نرجع جوست متفق مع شكون فرنسي، متفق مع روحي، لا لا متفق مع روحي انه صعب باش نرجع الموضوع طارق بن زياد. معناتها احنا في منين لا بسيش احنا لا مهم، خاطر راهو الموضوع يطرح انجازاته علاقه بالفتح الاسلامي وكيفاش الى حد الان مازال الجزء من الأمازيغ في المنطقة متاعنا مازالوا يعيشوه كغزو، ومازال ومتى يطرح المشاكل هذه الكل، وحتى جزء من الأمازيغ يعيشوه كعملية تهميش لهم. إذا أنت تخرجوا طارق بن زياد ما عادش أمازيغي وترجعوا جاي من الجزيرة العربية يطرح في بالك معناتها باش يوليو 60% من المسلسلات المغربية باللغة الأمازيغية تعدي ولا في بالك البرلمان تاع جلسات ولا تتعدى مترجمة بالأمازيغي على خاطر معناتها الأمازيغ راه مواطنين مغاربة موجودين يحكيوا الأمازيغية وحافظوا على الهوية الأمازيغية. في بالك اللي هما الجينيتيكمون معناتها هما اللي مازالوا موجودين في الجينيتيك تاع السكان شمال أفريقيا أكثر من الآخرين كل سنة. مش يجي لهنا أنا، هذا موضوع جينيتيك ما نمنش به وما يعني حتى شيء. علاش ما يعني حتى شيء؟ لأنه اليوم احنا نعيش في عالم متحضر متمدن يقوم على أساس المواطنة. المواطنة هي أنك تكون معتاتر سيتويان دان بي، عندك حقوق وعندك واجبات بغض النظر، مدامك مواطن في البلاد هذيك بغض النظر على الدم اللي يجري في عروقك، على جدك منين وعلى أصلك منين، هذا كله ما يغير حتى شيء في المواطنة. اثنين، ما نتفقش معاك في حكاية العروبة. أنا واحد ناس ما عنديش حتى مشكلة في تناقض بين الأمازيغية والعروبة، ما عندها حتى علاقة. علاش؟ لأنه كي نتجاوزوا مسألة المواطنة اللي هي تحدد كل شخص ونجيوا للمجال الحضاري والمجال مش حضارة أمازيغية خايبة معناتها. احنا احنا اليوم من مكونات الثقافيه الحضاريه نتاعنا اللي هي متعده، تمشي من القرطاجي للفينيقي للامازيغي للبربري الى العربي الاسلامي اللي هو ما يتعرضش. وانت جاي اي مش مشكله، انا ما لا لا هو اصلا ما عنديش مفاضله بيناتهم. بقى انه اليوم احنا نحكيوا اللغه العربيه وننتميوا ثقافيا وحضاريا للفضاء هذا، راه ما يتعرضش مع انه نجم يكون عندنا جذور امازيغيه والا غيرها. مش هذا انا كيف نفس الراي. لا لا انت قلت احنا ماناش عرب مش عرب يا اخي، بس في شغل عرب معناتها سمعني احنا مسلمين وبالعكس وفرحانين. امين بنا لغه تحكي، هذه لغه تونسيه، لغه دارجه. شوف لا لا فما لغه دارجه العربيه، لغه دارجه لغه دارجه معناتها لغه عربيه. امشي لاي بلاد عرب احكي معاهم باللغه التونسيه، ما يفهمش حتى ماهوش باهي، مش متعصب. انا فخور باصلي، متفاهمين حتى انا فخور باصلي اللي احنا نحكيو في العربيه بلهجه
تونسي. أنا شفت اللهجة بتاعنا ناحية الكلمات اللي جايين من الفرنسيس الباقي كل واللي هي مزيج من اللغة البربرية والعربية نلقاو فيها 80% من الكلمات عربية وبربرية وبربرية. خير ما راني منفيتش راني منيش بالناس اللي يقول لك لا وفماش بربر وكذا ومعادي البربر. أنا بالنسبة لي الهوية هذه هي جزء متكامل ما يتعرضش وما هوش متناقش ما متناقض. والناس اللي تحب تخلق منها عداوة مش عداوة مش عليك انت مش عليك انت لا ممكن تقول عداوة وانا كنت اتكلم قبل لا 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 وانا مانيش نقص وانا ما عنديش عداوة انا قلت معناتها هما سكان في منطقة معينة احنا سكان في منطقة معينة احنا فخورين باسلامنا كيما هما فخورين باسلامهم واحنا نشهد ونوحد ونصلي ونصوم وكيفهم هما قام نش عرب قلت هذاك لي ما تشوف في اشكال هذه ماني ما تجي واحد فرنساوي يقول تحب يجي يقول لك والله انا عربي معناتها ونقول والله ما يحكيش بالعربي الفرنساوي ما يحكيش بالعربي لك ما عارفش انا يجي في ايران يقول لك ما انا الماني هو يقصد انت تحكي بالعربي انجلي. بحكي انت بالعربي نحكي بالتونسي انا مش نحكي بالعربي مش نحكي بالعربي بالتونسي لا هذه ديتاي تو نعملوا فيه تبع كيما تحب انت مي تحكي بالعربي. أنا نرى هذا الكل ثراء قديش حضارة عادت علينا وإحنا اليوم خليط من هذا الكل في لغتنا في عاداتنا في تقاليدنا في جيناتنا فما ينجم كان يخلي ما نراهش حاجة سلبية تقسم بالعكس نراها حاجة إيجابية وتفري هويتنا وحضارتنا العربية الإفريقية الأمازيغية المتوسطية زادة الكلهم تعدوا على الأرض واضح. أنا نضم صوتي الإيد في حاجة واحدة أنه مهما كانت اختلافاتنا فإنه درابو متاعنا درابو تونس هذاك هو اللي لمنا مش دربوا اخرين يلموا فينا راه فما كان دربوا نتاعنا هو اللي لمنا وما يهمني في حتى دربوا اخر. يعطيك الصحه اياد بارك الله فيك هجري يعطيك الصحه بارك الله.